بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الرابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام مكملا للجولة الأولى في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الرائعة من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين. انطلاقة سليمة لشوطنا الرابع، وهو شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الأصايل من أشواط التميز، أشواط النخبة. المسافة المعتادة والمقررة هي 8 كيلومترات. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة. وأرهني متعب من قاد المجموعة بشعار علي بن مانع برحمه الشامسي من انطلاق بناموس هذا الشوط، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثاني بارة التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاق أيضا مع المركز الثاني والتسلل، التسلل من الحنيش الغرام بن موسى بن أحمد البلوشي، ومع المركز الثالث انطلاقة ناصي المبارك بن محمد بن نشيرة العامري. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع، وأرى التسلل من الجانب الآخر من شاهين لعلي بن حميد بن بدر العليلي. الدور دور المركز الخامس، خامس التحديات، نتابع سراب لسيب بن محمد بن علي الشامسي من ينطلق مع المركز الخامس. وسادسا متعب بشعار عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. الدور دور المركز السابع، ننطلق مع سابع التحديات كي أرهني الصداوي لمحمد بن عبد الله بن مطر المسافري من ينطلق مع المركز السابع. وثامن التحديات متعب لسلطان بن عبد الله بن واس الكتبي. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن، مع المركز الثامن او المركز التاسع بالفعل، المركز التاسع براق اللي معه بن محمد بن عبد الله الكيبالي. وعاشرا القدوم في هذه اللحظات من الهزاز وسالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري متابعا لانطلاقة الهزاز مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ونيدان الأول للعشر المراكز الأولى بتحديات أيضا وإثارة هذا الشوط وأول أشواط الثنايا الجعدان المهجنات الأصايل مكملا للجولة الأولى في أشواط التميز أشواط النخبة. نعود بالصدارة والعودة أحمد، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والصدارة. وأرهني متعب، أرى متعب على رأس الحربة ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. متعب من انطلق بالمقدمة، من انطلق بالصدارة بشعار علي بن مانع برحمه الشامسي، من قاد المجموعة واندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني، نتابع ثاني التحديات وأرى الانطلاق أيضا المثير والتحدي القادم. نتابع الحنيش بشعار مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي من بدأ يتسلل أيضا مع المركز الثاني والثالث. التحديات من الجانب الآخر، أرى هناك ناصي يتسلل أيضا مع المركز الثالث. مبارك بن محمد بن نشيرة العامري من يتابع انطلاقة ناصي وتحدياته أيضا وانطلاقته المتميزة مع المركز الثالث رابع. التحديات من الجانب الآخر، القدوم لمتعب لعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وخامس التحديات، ترى أرى التسلل، نتابع سراب لسيب بن محمد بن علي الشامسي والقدوم أيضا مع المركز السادس. أرى التحديات أيضا من شاهين لعلي بن حميد بن بدر العليلي من ينطلق مع المركز السادس. الكوكبة السداسية على مقدمة هذا الشوط مع هذه التحديات الرائعة ومع المركز السابع.
المركز السابع اراء التسلل والانطلاق. نتابع ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام المركز السابع في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع ارى التسلل من مختبر وراشد بن سالم بن سعيد بن حلوكه من يتابع انطلاقه المختبر مع المركز السابع ثامن. التحديات الانطلاق المثير من براق ويمعى بن محمد بن عبد الله الكيبالي متابعا لانطلاقة براق مع المركز الثامن تاسعا. القدوم من براق لسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي وعاشر التحديات ارى التسلل الاهرني ايضا الصداوي لمحمد بن عبد الله بن مطر المسافري يتسلل مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني، جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، الصدارة 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 ومتعب على رأس الحربة. يقود المجموعة منذ البداية بشعار علي بن مانع برحمه الشامسي من انطلق أيضا واندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية على رأس الحربة. يا الشوط يا السلام، واندفاع متميز وعرض رائع في صباح هذا اليوم. الحنيش مع المركز الثاني بشعار مظفر بن غلام بن أحمد البلوشي، ومع المركز الثالث انطلاقة ناصي لمبارك بن محمد بن نشيرة العامري، ومع المركز الرابع أرى التسلل أيضا القدوم المتعب من بشعار عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من ينطلق مع المركز الرابع والخامس. التحديات شاهين لعلي بن حميد بن بدر العليلي، التحديات مستمرة والانطلاقات رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الانطلاق المثير. يا سلام، غادرنا لوحة الثلاثة كيلو مترات، غادرنا حزام الغابات والاتجاه مع هذا المنعطف الكبير والأخير في هذا الانطلاق الرائع، ولكن متعب على الصدارة منذ البداية يقود هذه الجموع مع هذا التحدي المثير والرائع. متعب وشعار علي بن مانع برحمه الشامسي من يتابع انطلاقة متعب على مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الثاني أرى التحديات أيضا الانطلاق لمتعب الآخر بشعار عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات الحنيشة لمظفر بن غلام بن أحمد البلوشي، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك ناصي لمبارك بن محمد بن نشيره العامري، والقدوم مع المركز الخامس. نتابع سراب لسيف بن محمد بن علي الشامسي، ومع المركز السادس انطلاقه شاهين لعلي بن حميد بن بدر العليلي، ومن الجانب الاخر براق والشعار المحنك سعيد بن راشد بن غدير من ينطلق ايضا مع المركز السابع. ثامن التحديات نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن المختبر وراشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يتابع انطلاقة المختبر مع المركز الثامن. تاسعا القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من الهزاز لسالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري من ينطلق مع المركز التاسع. وعاشر التحديات براق ليمعى بن محمد بن عبد الله الكيبالي من ياتي ايضا وينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، وارى هناك متعب من انطلق بناموس
الموسي هذا الشوط. يا سلام عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يتابع انطلاقه متعب، من انطلق بالصداره انطلق بالمقدمه، ولكن التسلل من براق من بدا يبرق في هذه اللحظات وينتزع المقدمه، ينتزع صداره هذا الشوط. وهذا الشعار، شعار سعيد بن راشد بن غدير من انطلق بالمقدمه المركز الثاني. رهني متعب لعلي بن مانع برحمه الشامسي، ومع المركز الثالث القدوم من الهزاز من بدا يتسلل في هذه اللحظات. وسالم بن محمد بن عويضان العامري، ولكن من الجانب الاخر والتسلل ايضا من متعب اللي انطلق مع المركز الثالث اللي هو ناصي ومبارك بن محمد من نشيره العامري، من يتابع انطلاقة ناصي من انطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع متعب عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يتابع انطلاقة متعب مع المركز الرابع. الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط، وبراق على رأس الحربة يقود هذه الجموع في اللحظات الأخيرة، والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام براق على الصدارة، وسعيد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة براق المركز الثاني. رهني الهزاز لسالم بن محمد بن عويضان العامري من يتابع انطلاقة الهزاز مع المركز الثاني. التحديات ما بين الهزاز ما بين براق والهزاز، ولكن البراق بدأ يباعد ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز، على هذا العرض المثير اللي قدمه براق. السلام مرغم من يتابع أيضا هذا الانطلاق بهذا التحدي المثير. سلوب سلام مرغم سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي قدمه براق. بدأ يباعد المسافة في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسعيد بن راشد بن غدير على فوز براق بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني الهزاز سالم بن محمد بن سهيب بن عويضان العامري، ومع المركز الثالث تحديات لشاهين لعلي بن حميد بن بدر العليلي. المركز الرابع متعب لعلي بن مانع برحمه الشامسي، والمركز الخامس يصل فيه مشاهدينا متابعينا الكرام المختبر لراشد بن سالم بن حلوكه. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول براق الى خط النهايه 13 دقيقه 23 ثانيه 9 الزمن الثانيه. تهانينا لسعيد بن راشد بن غدير على فوز براق بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني الهزاز يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة. هذه هي لحظات الوصول. تهانينا لسالم بن محمد بن سهيب بن عويضان العامري 13 دقيقة 29 ثانية وجزء واحد من الثانية، واللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول المركز الثالث 13 دقيقة 36 ثانية 8 أجزاء من الثانية، اللي هو شاهين. تهانينا لعلي بن حميد بن سيب بن بدر العليلي. تهانينا للجميع والناموس مع هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة.